كده تكون خلصت اخبار الزمالك، ولكن نروح لخبر مهم جدا لاتحاد الكره اللي استقبل الاتحاد المصري لكره القدم وفدا من الاتحاد الدولي لكره القدم يضم انطوني بافو وبالحسن ملوش المستشارين التقنيين بقسم تطوير كره القدم العالميه لمنطقه افريقيا واسيا. وعقد وفد الفيفا عده اجتماعات مع الاداره الفنيه بالاتحاد لمناقشه بعض الامور المتعلقه بالهيكل الاداري للاعبي كرة القدم الموهوبين ولاعبي كرة القدم الهواة والإداريين المسؤولين على المنتخبات الوطنية والمسابقات والمدربين. ده موضوع كبير. الاجتماع حضره طبعا السيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومعاه الأستاذ وليد عطار المدير التنفيذي للاتحاد، وحاتم صبري سرور القائم بأعمال مدير الإدارة الفنية، طبعا برضو الكابتن جمال محمد علي، دكتور طبعا جمال محمد علي مدير إدارة المدربين، ومعاه كابتن فتحي نصير مدير إدارة التطوير والقطاعات، والزميل العزيز حاتم رضا مدير إدارة الإعلام، وإنسان عاشور بالإدارة الفنية، وكمان كان معاهم محمد سمير زاهر مدير التسويق وممثلي إدارات الاتحاد. كل التوفيق لهذه الجلسة أن تعلن عن خطة جديدة وزاوية جديدة في عالم الاحتراف الجديد لكرة القدم. كمان اعلن مجلس اداره اتحاد الكره المصري برئاسه السيد جمال علام عن اسماء الاجهزه الفنيه لمنتخبات الناشئين مواليد 2005 و2007 2008 يوم 24 اغسطس الجاري. هيكون في اجتماع، وطبعا يعني في بعض الاخبار كده بتقول ان الكابتن سيد معوض لاعب الاهلي السابق والاسماعيلي ومنتخبنا الوطني هو اقترب يعني ان هو يقود احد القيادات الفنيه تحت قياده حسام البدري اللي هو تولى منصب المدير الفني للمنتخب 2008، وتواجد اكثر من اسم ضمن دائره المرشحين لقياده المنتخبات على راسهم مين؟ اسامه نبي، محمد شوقي، وشريف عبد الفضيل. وما هو قادم ان شاء الله هنشوفه خلال الاجتماع المجلس المقبل من حسم تلك الملفات والاسماء المقترحه. مشاهدينا الاعزاء نروح لفاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.